برنامجنا برنامجكم صوت وصورة. نحن اليوم في مدارس الأرقم، حيث ينظم مكتب الدعوة بالروضة ملتقى سواعد المسؤول في دورته الثانية. كونوا معنا. هذا المبادر يحييكم من كل قلبي هنيكم، من كل قلبي هنيكم، يهدي إليكم سلام، يهدي إليكم سلام، واللي يجينا يتحدى نديله ضربة قوية، نديله ضربة قوية، ما يشوف طريقه تمام، ما يشوف طريقه تمام. هذا المبادر يحييكم من كل قلبي هنيكم، من كل قلبي هنيكم، يهدي إليكم سلام، يهدي إليكم سلام، واللي يجينا يتحدى نديله ضربة قوية، نديله ضربة قوية، ما يشوف طريقه تمام، ما يشوف طريقه تمام. وش الفقرة اسمها؟ ها؟ لا لا بقول لكم وش الفقرة هذه. طيب عنوانكم اسمه سواعد المسؤول، اوه يعني شيء كذا بصراحة يوضح انه في شيء اسمه مسؤولية، واكيد انتم عرفتوا معنى المسؤولية صح؟ طيب بسأل سؤال انا، ايش المسؤوليات اللي عندك؟ كل واحد يرفع يده يحس ايش مسؤولية، يعني وش اللي عنده مسؤولية؟ وش المسؤولية اللي عندك؟ علشان حنا بعد شوي بنعطيكم مسؤولية. وش المسؤولية اللي نعطيكم إياها بعد شوية؟ تعال أول واحد هنا من المجموعة هذه، وش أنت تمتلك من المسؤوليات؟ تنظيم غرفتي. تنظم غرفتك؟ أكيد. هل تتصل على الأهل؟ متأكد؟ ها؟ متى تنظمها دائماً ولا؟ ها؟ إذا خلصت من النوم. أكيد. مو تخليها تقول أحد بيجي ينظفها بعدين. مرة. طيب شو اسمك؟ عبد الله أحمد الحسين. تحية لعبد الله. ما شاء الله عليك عبد الله. المجموعة اللي هنا. عطني مسؤولية واحدة أنت تملكها، أنت تستطيع تملكها تسويها. مجموعة اللي هنا ما في أحد؟ تعال العقل. طيب تتوقعون إيش؟ تعال هنا نشوف المسؤولية. عنده مسؤولية هو دائما يسويها، وش هي؟ أغراضك الشخصية، هذه مسؤوليتك لك، ما تضيعها، ما تكسرها، ما تسويها. ممتاز. أنا باك أنت إيش مسؤولية اللي عندك؟ هو قال أنا عندي مسؤولية ترتيب غرفتي دائما حافظ. عطني شيء واحد مسؤولياتك اللي انت تحافظ عليها. ما اكسر العابي. عندك العاب تحافظ عليها؟ ايه. مسؤولياتك العاب. جوالك مسؤولية؟ ايه ما اكسره. ممتاز. عطني اسمك مرة ثانية. محمد علي العقل. اعطوا تحية قوية لمحمد. مجموعة اللي هنا منو؟ منوع من الشباب اللي ما طلعوا مرة. تعال. انا ما اشوف الناس اللي ما طلعوا. طالع. يلا نشوف النازل الحين. يلا وش المسؤولية عندك؟ مسؤوليتي اني احفظ، اراجع، اجيب مذاكراتي، احافظ على ايبادي، اجهز غرفة استاذي. ممتاز. تحية قوية له. شو اسمك؟ ابراهيم الفارس. بسم الله الرحمن الرحيم. وشي انا اخوكم محمد بن علي العجلان، مستشار في ملتقى سواعد الصيفي. طبعا ملتقى سواعد في اصداره الثاني بعنوان سواعد او تحت مسمى سواعد المسؤول، ويهدف الى عده نقاط، منها تعزيز قيمه المسؤوليه لدى الطلاب، وكذلك اكتساب مهارات المسؤوليه عند الطلاب، وكذلك تعزيز المهارات الاخرويه سواء اجتماعيه وغيرها. طبعا مده ملتقى سواعد 3 ايام، يوم الخميس من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء إلى يوم السبت. 3 أيام مليئة بنشاط ومهارات وبرامج مختلفة، معنا طاقم يعني أكاد أجزم أنه طاقم رائع، مبدعين ومتميزين. طبعا نحن في مدارس الأرقم الأهلية لهم منا كثير الشكر والتقدير على إتاحة لهم المدرسة بجميع مرافقها للنادي، وكذلك الشكر موصول لإدارة الملتقى وكذلك مكتب الدعوة بالروضة، لهم منا جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة والبرامج للناشئين طلاب الفنون. نكمل. سمعنا قبل شوي 3 مسؤوليات عند كل واحد من مجموعة. اليوم بنعطيكم مسؤولية، يعني عندكم مسؤوليات كثيرة، بعضكم حتى لو كان عنده أخ أو أخت يعني صغيرة ترى هي مسؤولية، مسؤولية أنك دائما
يعني شبصتها تخليها تطير، دائما مسؤول عن شد شعرها وتخليها تزعل، صح؟ هذه مسؤولية يومية عندك، لازم انك تزعجها وانك، صح كلامي؟ اخوك الصغير لازم ان هي مسؤول عليه انت، فلو سوى شيء غلط لازم انك تروح تضربه وتفهمه الشيء الصح. طيب شو تسوي فيه؟ يا سلام عليك، انا بس بشوفكم انا. يا سلام، تنصحه ثم تفهمه لانه هو مسؤولية عندك. طيب حنا بنختبركم، والإدارة سواعد بتختبركم باختبار حلو. بنعطي كل واحد منكم، وش اسمها هذه؟ زهرة. وردة. ولا في فرق بين زهرة ووردة؟ ايش؟ لا. طيب نقول هذه زهرة، بنعطي كل واحد منكم مسؤولية انه يحافظ عليها الى اخر يوم الملتقى، واذا قدر يعني هو بكرة، او اذا قدر استمر تستمر معاه بكره ان شاء الله بيجيبها معاه ترى، عشان يتاكدون الشباب في الاداره انك حافظت عليها وما ماتت، ما جاء شد عضلي وطاحت. ايوه، ولا انها، ايوه، ولا انك دعست عليها، ولا انك يعني المهم تحاول تحافظ عليها، ولا انها تلعب كوره واحده. يا سلام عليك، هي تحطها في مكان وتمزحها مزعه في الكوره كذا، هذه مسكينه وجهها يروح فيها. اسفين ترى نتكلم عليكي. طيب اللي بقوله حاول تحافظ عليها وتصير مسؤوليتك هذه الزهرة بقدر يعني وقت طويل جدا. كم تقدر تحافظ عليها؟ 100 سنة. 100 سنة؟ طيب خلنا نسمع كم. ها، كم تقدر تحافظ على هذه الزهرة؟ كم؟ 4 أيام. مليون سنة إن شاء الله. مليون سنة يعني بتشيب وهذه بتكحكح الزهرة بعد ان شاء الله. اها، لين اخر يوم الملتقى. بس. اها، طيب نشوف المجموعه اللي هنا. منهم تكلموا يا شباب، ها نسمع اصواتكم. وشو؟ يومين. 5 أيام 6 أيام. 5 أيام 6 أيام. اللي هنا ها؟ اسبوعين. اعترف فيها اذا الله ما اللي يصير فيها يصير. اي بس انت تتوقع كم يعني مع العنايه؟ اسبوعين. طيب ان شاء الله شهرين. 20 يوم. 20 يوم، طيب انا بسالكم كيف نحافظ عليها؟ ابغى واحد يرفع يده ويجيني هنا، كيف نحافظ على الزهره؟ اعطوني وسائل. يعني وش اسوي؟ احط حوله صبات وهذا ممنوع الاقتراب؟ وش احافظ عليها؟ تعال اعطوني وسائل كيف احافظ على هذه الزهره. نشوف الان عبد الله، نشوف علي، نشوف احمد، راشد. تعال يا راشد، تعال راشد، توي ركب كفرات، اذا خلصت ركبت كفراتك تعال. بتطول حسب. ايوه راشد، ها كم كيف نحافظ عليها؟ نصب فيها مويه. تدري في واحد موتها من المويه؟ جاب تريلا تيت تيت تيت، عرفت دق ريوس ونزل هالخرطوم والخرطوش، اقول اسقيها ماء. هذه خلاص راحت فيها، صح كذا؟ لا. وش نسوي طيب؟ مويه بقدر نفسها يعني، ما نزيد؟ جركل؟ لا لا. وشو؟ كاسه صغيره تحطها بطريقه حلو. طيب تحية قوية، أول واحد قال بالماء. مجموعة اللي هنا وشو؟ كيف حافظ عليها؟ واحد ما طلع، تعال. أي يلا نبغى، يا بجيك يلا حلو. يلا كيف نحافظ عليها؟ واحد قال بالماء. وشو؟ تعال هنا. نحطه عند الشمس. إيش رأيكم؟ صح ولا لا؟ يجي في الشمس، صح؟ حلو. أيوة. يمكن إيش؟ داخلية. يمكن داخلية، ولكن في إضاءة وفي كذا عشان إيش؟ عشان النمو. يا سلام، تحية قوية، حلو حلو، حافظ عليها. واحد ما طلع قبل كذا، حلو. يلا كلكم حاول يجيكم. ها تعال هنا، كيف نحافظ عليها؟ نخليها برا في الهواء عشان تاخذ هواء. ما احطها وسط البطانية انا وياها، ما اغطيها عشان احافظ عليها، لازم انام متاكد منها، يعني احطها بجنبي واتغطى انا وياها. لا ها؟ لا لازم نعرضها للهواء. يا سلام عليك، حلو. ايوه بتقوم انت تلقى الزهره هنا طالعه. وش السالفه جات هنا؟ ما ينفع. طيب منو يعطيني اشياء ايضا حاجه ثانيه؟ يلا تعال تميم، يلا نبغى نسمع شباب اللي عنده شيء ثاني يعطيني. يلا كيف نحافظ عليها؟ للمكان المناسب. يا سلام عليك، ما احطها وسط الحوش، بيفتحون الباب يلقوا. سويت انا، سويت، جيب الورده هذه زي كذا، صح؟ يحطها في مكان، انا قبل شيء قاعد احركها لساعه.
صح ولا لا؟ لا لسه ما ماتت، لسه ما ماتت. بسرعة 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 بسرعة. هايو والله شكلها الحين أحلى، شفت كيف؟ دورين زهرة دورين. لا لا بعض الناس زي ما قال الحين تميم يحطه مكان مناسب، وأيضا ما يسوي مثلي أنا قبل شيء رايح جاء معلش تعبتي خلنا واحد ثانية. آه ثانية واحدة ثانية صفرة صفرة والله كلهم. طيب وش أسوي المسا كذا بيدي؟ إيش أسوي؟ طيب مو مقلب صدق هي لازم تأخذها برفق، مو بأنك إيش الضف أو خاف أخربها كلها. لا لا أمزح خلاص. تحية لتميم، تحية لتميم، وحطها بمكان مناسب. بعض الشباب ما شاء الله عليه بيحطها في مكان بيخليها باب الكورة، هو فهمت؟ باب الأول هنا، باب الثاني الزهرة. إذا جبت على الزهرة فزت. تعال تعال يا عواد يلا، هذه الزهرة الحمد لله سليمة. عطني أشياء نحافظ عليها، تفضل. إيه معلش مو هذا الميكروفون، إيه هذا الميكروفون. تفضل ناظر هنا الكاميرا. أي يلا وشو؟ أسقيها زيت. زيت؟ شب جب. أسقيها زيت؟ سالفة تعال أول مرة. أخاف تركض أنا بزيت. وش زيت فرامل؟ وش تسقيها زيت؟ سمعتوش قال؟ إيش؟ زيت. أسقيها زين. حسب أسقيها زيت. أنا بغيت أصدق بروح أجيب زيوته. والله مشكلة ذي. يعطيك العافية العواد. يلا آخر واحد. وبعدها بنوزع عليكم من اللي ما طلع قبل كذا. طيب طلعت أنت صح؟ طيب تعال تعال. يلا الآن نعطيكم واحد واحد خلاص. جهزوا نفسكم الآن كل مجموعة. جهزوا نفسهم. كيف حافظ عليها؟ نخليها بمكان عالي أو برا في الشمس. إيه عشان ما يجيها القطو ولا شيء ولا طيحة. تتنفسه. حلو ممتاز. ما يصح نحطها فصل عشان خالي. أنت عندك زهور ولا شيء حافظت عليها قبل كذا؟ لسه أول تجربة هذه الحين ها؟ هذه أول تجربة. يا سلام عليك يا سلام. أعطوا تحية قوية لكم كلكم. طيب طيب اسمعوني ها. تكسرت بالكورة دائما أقبعها وأنا ما أدري. ها ها هذا واحد من اللي يشوتونها. الله المستعان. ايش تعال 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 قول هنا تعال هنا عشان نسمعها هذا الكلام الحلو عشان يلا ونوزع عليكم. اسمعوا الكلام من الدكتور محمد. حياك الله دكتور معك رياض. حياك الله تشرفنا فيك. تفضل نسمع الدكتور ايش يقول. نحطها في تربه كويسه مو اي تربه عشان تقدر تتغذى. صح عشان تقدر تنمو. يعني ما اروح اوديها ثمامه هو. اي طبعا مو برمل. تحطها في تراب سماد عشان تقدر تبقى. عندك زهور وحافظت عليها قبل كذا؟ ايه. كم قاعد معك طول؟ اما مو بزهور عندي مثلا فلفل. حلو يا سلام. فلفل ونعناع وش بعد؟ شجر عادي يعني. حلو ما شاء الله. اعطوا تحيه والله محمد دكتور محمد. يا سلام. طيب طيب يا شباب اسمعوني الان. ابعطيكم ال بعطيكم الآن بعطيكم الآن كل واحد منكم بياخذ لنا هالزهرة وبنشوف بكرة تجيبونها معاكم الشباب المشرفين بيشوفونها وأيضا وأيضا اللي يقدر يحافظ عليها بصراحة. لا لا أنت تحافظ عليها الحين تأخذها وتحافظ عليها. يلا نبدأ المجموعة اللي هنا تفضلوا. يلا واحد واحد صف صف واحد واحد صف 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 واحد يا شباب تعالوا هنا تفضل. يلا خذها واجلس معها. يلا خذ واحدة واجلس. يلا خذ واحدة واجلس. يا سلام عليكم. يلا خذ واحدة واجلس. يلا أخذته الآن أو أخذوا الجميع؟ أخذوا الجميع الآن الزهرات سواعد المسؤول. منشوف الآن أياديكم وما جنت بإذن الله ونشوف المسؤولية اللي أعطيناكم إياها. خلى قد المسؤولية وحافظ على هذه الزهرة حتى تنمو وتكبر بإذن الله وتصير زهور زهور كثيرة بإذن الله. شكرا لكم وحافظوا عليها وانا بسالهم ان شاء الله باذن الله الاداره بشوف وين وصلتوا ان شاء الله وين حافظتوا عليها والى كم قعدت معاكم باذن الله. شكرا لكم والان نكمل فقراتنا باذن الواحد الاحد. السلام عليكم. لازلنا متواصلين معكم في برنامجنا برنامجكم صوت وصوره. والان معنا احد الطلاب نتعرف عليه. اسمي ياسر نايل. ياسر نايل انت باي صف؟ سادس ابتدائي. ايش استفدت من النادي؟ المسؤوليه. وش اللي استفدتوه من امس؟ استفدنا المسؤوليه وتعرفنا على ناس جدد. كم هذا البرنامج هذا كم بيستمر؟
3 ايام. كلمه للطلاب اللي بنفس صفك. زين، انصحك تشارك في نوادي مثل هذه، ازين من اي شيء. لازلنا متواصلين معكم في برنامجنا وبرنامجكم صوت وصوره، والان معنا احد الطلاب نتعرف عليه. اسمي عبد الله احمد الحسين. عبد الله، انت باي صف؟ سادس ابتدائي. بسادس ابتدائي، وش استفدت من برنامج؟ عن المسؤوليه. المسؤوليه، طب امس وش اخذتم برامج؟ عن المسؤوليه، وان ما نستزعل الطلاب. بس كم بيستمر هذا البرنامج؟ 3 ايام. والحين انتم باي فريق؟ الواثقون. مش اكثر فريق تحسه كيف يعني معكم دائما يعني تحاولون تفوزون عليهم؟ المبادرون. ودي انك تعطي كلمه للجمهور اللي بقد عمرك، انهم يسجلون في هذه البرامج، وانهم ما يستهزئون على الطلاب. طالب آخر نتعرف عليه. اسمي إبراهيم فارس. إبراهيم بأي صف؟ رابع ابتدائي. وش استفدت البرنامج؟ استفدت إني يصير مسؤولياتي ما أعطيها أحد ولا أرميها على واحد، لا أخليها مسؤولياتي مسؤولياتي. طيب وبالأمس وش استفدتم من الأشياء؟ استفدت إني يصير أي مسؤولية تصير حقتي ولا أحطها على أحد ولا شيء. البرنامج هذا كم بيستمر من الأيام؟ 3 ايام. طيب هذا وش اكثر فريق تحسهم معك يعني ودك تهزمهم؟ واثقون. طيب ليه انت تحب ان يعني تخلونا هم الواثقون، ليه ما اخترت فريق ثاني؟ عشان الواثقون فنانين في الكوره وفنانين في الاشياء وكثار ونصيحتهم جميله. طب انا ودي انك انت تقول كلمه للمشاهدين اللي قد عمرك. أنا ناظر أنصحكم أي واحد يجي هذا البرنامج، ما يبغى خسرت كلمتين، أبوك من راتب 12,000 10,000 ترى ما يبغى خسر من كلمتين، وهذا ويفيدك طول عمرك. والآن معنا طالب آخر نتعرف عليه. اسمي بدر عبد الوهاب البابطين. بدر، أنت بأي صف؟ خامس ابتدائي. البرنامج هذا وش استفدت منه؟ استفدت الرياضة واعتماد على النفس والمسؤولية. طب وش أخذتم في اليوم السابق؟ الرياضة والكرة. طيب وش كم مدة هذا البرنامج؟ 3 أيام. طيب وش الفريق اللي تحسه ودك تهزمه؟ الواثقون. وليه اللي اخترت الواثقون؟ مثلا بالكورة قويين ومتفاعلين. طيب ودي انك توجه كلمة للمشاهدين اللي قد عمرك. السلام عليكم، حابين لو تنضمون إلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم خالد بن علي الدخيل، مدير ملتقيات سواعد، وهو أحد مشاريع مكتب الدعوة بالروضة، ويعنى بتنمية الطفل ويعنى بتنمية مهارات الطفل، سواء المهارات الحياتية أو المهارات الاجتماعية لدى الطفل. وأنصح كثيرا وأحبذ المشاركة في هذه الملتقيات لتنمية المهارات وتعزيز القدرات لدى الأطفال، وجزاكم الله خيرا.
وقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم صوت وصورة. كنت معكم أنا تميم فوزان، إلى اللقاء. Thank you.